وحول مشاورات الرياض لحل الأزمة اليمنية ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز يعني يمن الأستاذ صالح الجبري. أهلا بك معنا أستاذ صالح. أهلا وسهلا، حياكم الله أستاذ صالح. يعني حدد في الرياض يوم غد الأربعاء موعدا لانطلاق المشاورات لحل الأزمة اليمنية بدعم خليجي. بداية، كيف تقرأ حضور وفد ميليشيا الحوثي وقد كان كما تعلم كان الرهان على عدم حضورهم؟ شكرا جزيلا. الحوثي حتى هذه اللحظة هو يعني رافض أن يحضر مؤتمر الرياض، ومتهم بأنه يقام في بلد العدوان، وبالتالي إن كان هناك من يمثل الحوثي فهم ليسوا محسوبين على ميليشيات الحوثي الإيرانية، والحضور كلهم المتواجدين في الرياض الآن كلهم يمثلون جميع الأحزاب السياسية في اليمن باستثناء الميليشيات الحوثي. لا أدري هل هذا خبر جديد أنها انضمت ووافقت ميليشيات الحوثي. هم طلبوا هدنة لمدة 3 أيام، لكني لم يصلني خبر بأن ميليشيات الحوثي قد وافقت على الحضور، لأنها اشترطت أن يكون المؤتمر خارج حدود السعودية. يعني في حال تغيب الحوثيين، هل يتوقع لهذا المؤتمر أن يثمر، خاصة أن الحوثيين يعني يعتبرون طرفا مفصليا في هذا الصراع، ويعني لهم يد طولة في أغلب المناطق؟ هذه نسخة ثانية مؤتمر الرياض، في اعتقادي لا يقدم ولا يؤخر، لأنه من يتحاور مع من ولأجل من؟ الحضور كلهم يمثلون الشرعية أو محسوبين على أطراف معينة، إما النظام السابق أو محسوبين على طرف الإمارات أو على الشرعية. وبالحقيقة الهدف من هذا المؤتمر هو كان حضور ميليشيات الحوثي من أجل الخروج بحلول على طاولة الحوار لمصلحة اليمن، لكن المستهدف الأول هو ميليشيات الحوثي غير موجودة، وبالتالي الآن المتواجدون كلهم. نعم أستاذ صالح، يعني إلى أي مدى ترى أن الوضع الإقليمي والدولي قد يدفع فعلا لحل الأزمة اليمنية، خاصة بعد التنازلات التي يعني قد تقدمها أمريكا لإيران في ملفها النووي؟ الحوثي قد يكون كبش الفداء، كما ذكرت في مقابلات سابقة، بأن إيران تستخدم ميليشيا الحوثي كورقة في تفاوضاتها مع في الملف النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن للأسف لا زال الحوثي يحظى بدعم أمريكا وبدعم الأمم المتحدة، سواء بشكل رسمي أو بشكل أو تحت الطاولة. مع الأسف الشديد، ما يحدث من جرائم وانتهاكات إلى الآن لا نجد مبرر لسكوت الولايات المتحدة، سواء هجمات على المملكة العربية السعودية أو آلاف المعتقلين أو الاعتداءات والقتل في اليمنيين، كلها للأسف الشديد لم تعطي رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب يعني غاضبون، وإن كنا نسمع عبر الإعلام بأنهم صنفوها كمنظمة إرهابية، لكن للأسف هناك دعم وهناك من يريد استمرار الحرب في اليمن وابتزاز المملكة العربية السعودية والإمارات، خاصة الآن فيما يتعلق بموضوع النفط. هل يمكن اعتبار هجوم الحوثي منذ فترة وجيزة على جدة ردا على هذه المشاورات أو الدعوة إليها أصلا؟ هذه أحد الأسباب، ولكن هناك من يفسر بأنه قد يكون هناك ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية في إعطاء الضوء الأخضر للميليشيات بضرب أهداف سعودية، وبالذات أرامكو، بعد أن أعلنت السعودية بأنها لا تستطيع أن تغطي العجز الموجود الآن في الساحة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقد يكون هذا أيضا مؤشر خطير إذا ما كان ذلك صحيحا، وبإعاز من أمريكا للضغط على السعودية بأن توافق وتدخل في هذه اللعبة الآن، والصراع الجديد بين أوكرانيا وروسيا واستخدام ملف النفط. الملف في اليمن معقد جدا، والأطراف كثيرة جدا، سواء الأطراف الإقليمية أو الأطراف الدولية، وبالتالي الحل لا زال بعيدا جدا، ويبدو لي أن الحل العسكري هو المفصل وليس الجلوس على طاولة الحوار. أيضا في أي سياق من الممكن فهم
ما تعرضت له شخصيات سياسية، ثلاث شخصيات على ما أعتقد سياسية كانت في طريقها للسفر إلى الرياض للمشاركة في المشاورات، تم اختطافها من قبل ميليشيا الحوثي. في أي سياق يمكن وضع هذا الاستفزاز؟ وهذا هو رد على أن ميليشيات الحوثي لن تشارك إطلاقا، وأنه ما زالت تظن بأنها قوية وتستخدم الطائرات المسيرة والصواريخ سكود، وقد تكون هناك أيضا أطراف داخل أو يعني طوائف داخل العراق أيضا في تنسيق. ليس كل ما يضرب في السعودية نقول أنه من اليمن، لكن المشكلة أن الحوثي يتبنى دائما أنه هو من قام بهذه الضربات سواء على السعودية أو على الإمارات، وبالتالي هذه الضغوطات من قبل الميليشيات لأن ما زالت قوية في المناطق التي تسيطر عليها، وأنها غير راضية باجتماع اليمنيين الآن في مؤتمر الحوار الوطني في مؤتمر الرياض الآن موجود في الذي سينطلق غدا في الرياض لمدة أسبوع، وهي رسالة أنه غير راضين وأنهم يستطيعون أن يمنعوا أي يعني شخص يحضر في مؤتمر الرياض بالذات من المناطق التي ما زالوا مسيطرين عليها وتحديدا في المناطق الشمالية. يعني مما تتخوف ميليشيا الحوثي من مثل هذه المؤتمرات وهذه المباحثات؟ الإجماع الوطني. الإجماع الوطني، حضور الحكومة، أعضاء مجلس النواب، كل الأحزاب السياسية متواجدة الآن، المتفقون والمختلفون مع الشرعية، الأطراف المحسوبة على السعودية والأطراف المحسوبة على الإمارات، النظام السابق بكل تفرعاته موجود الآن في الرياض. لم يحضر فقط في هذا المؤتمر سوى الحوثي، وبالتالي هناك إجماع. إذا ما استطاع فعلا وكان التحالف صادق هذه المرة أن يخرج بنتائج ملموسة على الواقع، لكن صدقني لست متفائلا بمؤتمر الرياض النسخة الثانية، لأن النسخة الأولى لم تقدم ولم تؤخر، وميليشيا الحوثي ما زالت تهيمن وتعربي، بدليل أنها يعني أطلقت عدة طائرات مسيرة قبل أيام على أرامكو وعلى الحدود السعودية، وما زالت يعني تدعي بأنها يعني تريد السلم وتريد الاتفاق وتدعي بأنها شروط، وهم في أضعف حالاتهم. يعني الشيء العجيب أنهم في أضعف حالاتهم، لكن لا يوجد هناك تحالف جاد في حسم المعركة في اليمن أو دعم الجيش الوطني بسلاح نوعي. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز جياني يمن صالح الجبري.